كيف تنفي عندك خويا؟ انا عندي شي 33 يوم. 33 يوم؟ اه. شحال كان داير معاكم؟ 200 درهم النهار. الواحد؟ الواحد. الواحد ولا كل واحد؟ لا، كل واحد، كل واحد. كل واحد 200 درهم. اه. شحال دا لكم؟ عطاني 4000 درهم. اها. وبقات عنده 2600. 2600. هذه 4000 درهم واش غادي ياكل بوحديتك؟ لا، الله الخدام. 4000 درهم انتوما ثلاثة الناس. اه. ثلاثة الناس 4000 درهم. ايوه. شحال جاب حقك؟ انا اللي مخدم داك الدراري كنخلصهم من عندي. أيه. انا اللي مخدم داك الدراري. يعني 4000 درهم تخلص منها نتوما ثلاثه. اي أيه. هذا كل واحد تقريبا شي 22 الف وشي حاجه ولا اه. حول ولا قوه الا بالله. مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من سوق الاسبوعي بوسكورانا واحد مدينه الدار البيضاء. صدفه لقى مسكين هذا السيد هذا اللي قال لي انا بنتي عانيت من الحضره، عانيت من الظلم. هذا السيد هذا يعني ظلم لي، قضى لي الرزق ديالي، يعني ما بغاش انه يكمل لنا الوقف انا والخدامه اللي معايا. فالله يجازيك بخير، بغيت انني نوجه يعني النداء ديالي باش ناخذ حقك. لانه عندك وليدات ياك؟ انا عندي ثلاثه الوليدات. هو يعني هو المعيل ديال الاسره ديالو الى اخره، يعني حس بالظلم، يعني كيقول كيفاش يعني هذا شخصيه معروفه اعلامي كبير اشهاري وملياردير وعنده الفلوس وكذا، وكياكلني انا والخدامه ديالي في رزقنا. ايوه هذاك الشيء. واخا عاود لي كيفاش بديتي تخدم عند هذا السيد هذا؟ كنخدم عنده نهار كامل، ثلاثة د الناس 4000 ريال النهار. اييه. نهار كملنا ليه. اها. درت عندي 4000 درهم. اييه. وبقات عندي 2600. واخا. ونكرني فيها مغاشات هذه. واخا مع شكون كنتوا كتبداو الخدمة؟ أيوة لا 8. 8. لا لا 5 د العشية 6 د العشية. اييه. عاود لينا شو كنتو كتخدمو باش؟ خدمنا الجردة. حفرنا قلعنا لي شي حاجة من الجردة وغرسناها. شنو قلعتو؟ عاود لينا شنو قلعتو؟ قلعنا الكسب. الكسب. أها. وقلعنا لي شي شجرة أخرى. يعني كنتو شنو واش في دار؟ في الدار، في الدار في الفيلا ديالو اللي ساكن فيه. فيلا. أه فيلا. ساكن فيلا. أه ساكن فيلا. كيفاش تواصل معاكم في الأول؟ يعني كيفاش هضر معاكم؟ أه في الأول هضر مزيان. أها. بالنسبة لينا سامي اتقلب نكرنا. هو اللي كان تواصل معاكم شخصيا؟ هو 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 اللي جل... هو اللي جلد بيا. اها. هو لاباس عليه، ماشي مسكين، كان مسكين سمحوا لي ماشي مشكل، ولكن انا لاباس عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. في الاول نهضر معاك انت ياك اسيدي؟ اه هضر معايا انا اللي تواصل معايا انا. نتايا؟ اه. وانت خويا كيخدموا معاك الناس؟ الدراري ياخد معايا دراري، ثلاثه دراري. يعني شي واحد اللي كيبغي يعني انه يشوف شي رجال ديني ولا شي حاجه اللي يقدروا يخدموا عنده؟ أيه. كيتواصلوا معاك انت؟ اييه اييه. آه. اسيدي كيتواصل معاك؟ ودار معايا. دار معايا 200 درهم النهار ذاك الناس. وفي الاخر من اللي سالينا لي خدمه، المهم داكشي اللي دارت داكشي اللي دارت بالفلوس وصلوا لي 4000 درهم. وبقات عندي 2600 درهم ونكرنا فيها ما بغاتش تعطيها لي. شحال دار معاك في التوتال في كل شيء؟ التوتال حنا خدمنا من النهار 200 درهم. 200 درهم النهار. 200 درهم. 200 درهم. 200 درهم وشحال تسكي معاك؟ 200 درهم النهار. 200 درهم الواحد فيهم. كل واحد فيكم. 200 درهم. اها وفي الاخر علاش ما بغاش يعطيكم ما يكمل لكم؟ قال لك داكشي اللي غنعطيك عطيته لي صافي. صافي 4000 درهم. دابا انتم غتخدموا شهر كامل من 8 ل 5 22000 ريال الواحد. ها الشيء اللي كاين. ثلاثة. أييه. ولكن علاش دار معكم هذا الشيء هذا؟ وما عرفت والله ما عرفت ما فهمتش. زعما شنو السبب علاش؟ حاجة جاتو قاصحة ولا ما فهمتش كيفاش. هو تبارك الله مليار زعما. لا بس عليه عنده الفيلات، عنده أراضي، عنده أسبوعين الشهرات عنده. واخا شحال بقيتو كتسالو دابا؟ دابا كنت كنسالو 132000 ريال. 132000 ريال. عطاني 4000 درهم بقات عندو 2600. اها. هذا نكرني فيها ما بغاش يعطيها ليا. وتواصلتو معاه مشيتو عندو؟ تواصلنا معاه ما بغاش يجاوبنا كاع. كان عيطي ما بغاش يجاوبنا. علاش ما بغاش يهضر معاك؟ لا علاش ما بغاش يهضر؟ ما لا هي ما بغاش يخلص، ما بغاش يهضر معنا ما بغاش يخلص. عطيك شويه الميكرو. آه. علاش ما بغاش يكمل لك مخا؟ شنو السبب؟ قلت لك ما بغاش يهضر معنا حيت ما بغاش يخلص. علاش ما بغاش يواجهنا؟ اه. شحال كلشي اللي بكم اخويا؟ حنا ثلاثة ديال الناس. ثلاثة ديال الناس؟ اه. انت اللي جبتي معاك الخدام؟ انا اللي انا اللي خدام معاه في الاول. انا اللي كان مخلي الجرة في الاول. اها.
ملي بغا يعاود الجردة عاوتاني عيط عليا دار معايا قال لي جيبي خدامة وجيبي دير لي الخدمة. وشحال المدة باش كنتي كتخدم عندي؟ يعني كنت عنده عامين. ولكن من اللي خدمنا هذاك الايام الاخر من اللي خدمنا هذاك الشيء كثير شويه عطاني هذيك 4000 درهم وبقات عنده 2600. يعني في الاول كان تيخلص شويه قلب عليك؟ كان في الاول كيخلص لحم كان هذاك الشيء قليل شويه تاخذ معايا يومين في 20 يوم يومين في الشهر كيخلصني. ولكن من اللي كثرت شويه عطاني هذاك الشيء اللي عطاني ومكرني في 2600. انت هو المعيل ديال الاسره ديالك اخويا ياك؟ اي انا هو ديال الوليدات ثلاثه الدراري. فين كتسكن؟ ساكن هنا في مشروع الناصر هنا ولا صالح مشروع؟ الناصر. وهو كاين في كازا السيد هذا؟ هو كاين في عين ديالك. في عين ديالك؟ يعني عنده فيلا في عين ديالك؟ تبارك الله. وكتسكن ديالك مغلباته؟ وي انت كتشوف. مشيتوا عنده حوتوا جرب؟ مشيت عنده مشي ما خلينا ما درنا التليفون صيفطنا لك التليفون في الواتساب صيفطنا في الواتساب وما ما بغاش يوجه هنا. هو كان تيهضر معاك بار تليفون؟ ما كيهضرش. قبل باش كنت يعيط لك باش كان كيعيط لي في التليفون ملي كيبغي حاجته كيعيط لي ملي ولينا كنتلو فلوس ما بقاش كيبغي يجاوبني. انا اختي كتحس بانه هذا السيد شمتك كلك رزقك؟ والناس شنو قالوا لك اللي خدامين معاك؟ هكاك اها دونك هذيك انا اللي مقدمهم خلي خلصهم هذوك راه خلصوا اها يعني خلصتهم ديك الفلوس اللي عطاك يعني انت ما شات لك والو يعني ديك 2600 درهم بقات ديالك 4000 درهم قسمتي على بعضياتهم هما اللي داكشي اللي درتي معاهم اها حول ولا قوه الا بالله شنو تبغي تقول هذا السيد هذا اخويا جيتي السوق دابا باش تقدا ياك؟ شحال جبتي معاك باش تقدا؟ 100 درهم لو كان عطاك هاد 2600 درهم كنتي غتجي معاك 100 درهم للسوق ماشي كامل وكم 100 درهم غتكفيك اخويا؟ واخا شنو النداء اللي تبغي توجه دابا اخويا الناس اللي كيشوفوك؟ شنو الحاجة اللي بغيتي دابا سيدي؟ بغيت النوعية ديال الله يعطيني فلوس يعني بغيتي رزقك؟ شحال بقيتي كتسالو دابا؟ 2600 درهم يعني انت خدمتي 33 يوم ما تخلصتي فما حتى شي حاجة واخا إذا مشاهدي قناة شوف تي في كيفما كتشوفوا معنا عبر هذا البث المباشر هذا السيد هذا كيخدم جارديني كيتهم ملياردير يعني إعلامي معروف يعني هنايا في كازا يعني تبارك الله عنده محطة إذاعية معروفة هنايا بكازا كيقول بأنه كلاه يعني في رزقه ما خلصوش كان خدام هو جوج الناس معاه يعني هما ثلاثة المدة ثلاثة ديال لمدة ديال 33 يوم يعني الناس اللي معاه يعني تخلصوا بحكم هو اللي كان مسؤول عليهم يعني منين جاب لي الفلوس في الاول يعني قال راه مازال غادي يكمل ليا عطى الفلوس للناس اللي معاه ولكن هو مسكين راه ما بقاش انتوما سمعتوا سولتوا قلت له شحال جبتي معاك السوق قال لي 100 درهم بمعنى انه هذا السيد يعني مقصح بمعنى انه هذا السيد مسكين راه مقصح يعني ماديا وخصو ياخذ يعني رزقه خصو ياخذ حقه فالله يهدي الله يهدي الله يهدي الله يهدي لانه هذا الشيء هذا راه اللي كياكل زيد شويه عفاك الورا يا خويا راه اللي كياكل المال الحرام ولا اللي كياكل الله يستر الفلوس ديال بنادم يعني هذاك الحرام انك تاكل يعني درتي مع السيد 200 درهم النهار شحال ما جاه في الشهر راه غادي تعطيه ليه منين كتاخذ شي حاجه اللي هي ماشي ديالك راه الله يستر كتقدر انها تخرج بك ولا في ولادك. مشاهدي قناه شوف تي في كيفما سمعتوا معنا الله يديم خلق وصلنا لنهايه هذا البث نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء.